تقبريني. كيفك يا عمو؟ اشتقت لك كثير تقبريني. تقبري قلبي، والله قلبي دايب على ما اشوفك. كيف حبلك يا عمو؟ الحمد لله. قبل الحبل قدرتي انه تأجل حكم الاعدام؟ يو بصلاة محمد؟ ايه والله يا عمو، هلا كنت بالسوق وسمعت باذني. ما سمعتي، يمكن كنت غفلانه. يلا ان شاء الله يا رب يا رب يكون التاخير في خير. يا رب يا رب. يلا تقبريني، انا رح فوت اعمل لك كاسه شاي صخره تدفي قلبك فيها. ان شاء الله تقبري قلبي. عند الشاي. يا عمو. نعم تقبريني. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس لي كم يوم راسي كثير عم يحرقني تقولي نار وشاعله فيه، ما عم بقدر اقيم هالشعرات قدام حدا. يا اخي بعت لي امي ولك امي. لا تخافي تقبريني، فوتي سيبيني على الاوضه لكشف عليكي. روحي روحي بكشف على راسي وبكشف على حدا. روحي تقبريني. يلا يلا صابتك الشاي واشي. الله يرضى عليكي، الله يحن عليكي. لا لا امي حبلك ماشي وعين الله عليك. الحمد لله يا امو. قربي لشوف. شو يا مو؟ والله كان عم يحكني كثير. خديجة لك امي مالك حاسه؟ مالك منتبهة؟ شوفي يا مو شوفي، لك شعرك عم يطلع. صلاة محمد عم تحكي عن جد؟ والله لك امي عم تحكي عن جد يا مو. والله رب دخيلك، رب دخيلك بعد اسمك فاكرمك. هيك يا مو هيك خلص انحلت مشكلتي هيك لحالها. شفتي؟ لك ما في اكرم من الله، ما في اكرم منه. تقولي الله يخليك يا ربي، الله يخليك يا رب. الحمد لله يا ربي الحمد لله. ما عليك يا مو عم صدق. ورجيني يا مو، معقول شو بيت ابو سعيد يذنبوني وشايفين وضع الحاره هيك؟ ايه يا مو، هن ساكنين بعاد ما بيسمعوا كل هالمشاكل. مهم انت شو رايك؟ والله يا عمو انا ما بدي اتجوز، ما بدي. يوه اذا ضليتي معنده هيك بتعنسي. ها بعدين انسي نادر، ما عاد بده اياكي. شو؟ خلص تركيني افكر بالموضوع. فكري لشو؟ فكري. الله يطمنك يا عمو مثل ما طمنتيني. تقدريني لا تخافي، ما فيك شيء الحمد لله. يابي بدي تكبر عيوني يابي. تبري قلبي يا حق، تبري قلبي. والله اشتقت لك، من حلي اجيت وشفتك قبل ما اروح. روحي ناطره علي. والله هذا خليت طريق لك وحشه، هاي احتفال انه راح ينغرس قلبي عليك ما بتشوفي. وانا بحبك ياب والله. يا بي خليك هون عنا، مالك شايف المشاكل اللي حبيت احماكي؟ ايه لا خلوني روح، انا بهي المده لازم اكون جنب جوزي. خالد ما في منه ياب، ما في منه كتير منيح معي. ايه الله يسر لك. روحي روحي.